عالسلامة الناس الكل، إن شاء الله رمضانكم مبروك، ينعاد علينا وعليكم بالخير إن شاء الله والعافية وسنين دايمة. دونك في فيديو اليوم إن شاء الله بتشوفوا الانتجراسيون تومبليت. دونك اخترت تومبليت أدمين، دونك هبتها لكم إن شاء الله تحت الفيديو. ده أول حاجة في الانتجراسيون تومبليت اللي هي شنو؟ أول حاجة نفهموها لازم نفهمو دوسيي بابليك. دوسيي بابليك هو شنو؟ هو عبارة على دوسيي موجود في أي بروجي سامفوني باش يتحط فيه ريسورسز، معناها أي حاجة اكسترن، فيديو، بي دي اف، فيشي سي اس اس، جي اس، اكسترا اكسترا. دونك أول حاجة بتمشي للتمبليت، ندخل الدوسيي اسيت في سي اس اس، ايماج، جي اس، وفاندر اللي هي فيها معناها ستاتستيك، فيها معناها البوتستراب. ده نهز لاسيت، كوبيي، كنترول سي، نمشي لبابليك نحط كنترول في، لازمني نجيب الريسورسز نتاع التمبليت نتاعي نحطهم في البروجي. سي بون، باهي توا شنو باش نعمل؟ باهي باش نمشي الدوسي اسمه تومبليت. تومبليت هذا شنو معناه؟ هو فيه لي فيو، معناه اي فيو مش باش تكون موجودة تحت تومبليت. باهي كان تلاحظوا عندنا بيز اتش تي ام ال بوينت ويك، هذه كما حكيت في الفيديوهات اللي قبل، هذه شنو؟ هذه عبارة على تومبليت، عبارة على الفيو مير اللي هي برانسيبال، معناه باش تكون فيها، باش نحطوا فيها سي اس اس، نحطوا فيها جافا سكريبت بلوك معناه بتاع. بالنسبة للبلوك بادي هذا في التمبليت ديما نخلوه فارغ، ولا كان فما حاجة باش نزيدوها ما نزيدوش معناها حاجة كبيرة، خاطر لي فيس من بعد أي فيو باش تصنعها باش تكستندي باش تريتي معناها من البيز اس تي ام ال بوينت ويك. باهي لهنا باش نعيط للفيشي سي اس اس و جي اس متاع التمبليت تاعي. باهي ديما في التمبليت نحلو باج اسمها اندكس، نمشي نحل اندكس، نعمل كليك دروات، نمشي افشي لا باج سورس. لهنا كان تلاحظ هذوما الكل سي اس اس تاع التمبليت نتاعنا، دونك شنو نعمل لهم؟ نهزهم. ونهز من هنا كوبي، نحط من هنا تحت البلوك ستايل شيت اللي هو باش يكون فيه سي اس اس. باهي باهي بالنسبة للسامفوني مش باش يعرف الباث هكا، دونك فما حاجة في السامفوني اللي هي نعملو دوبلا كولات اسيت ونحط الباث ديما هكا. دونك كيف كيف، باهي تو بعد كملنا عندنا لي فيشي سي اس اس باش نمشيو نجيبو تو لي فيشي جافا سكريبت، نفس الحكاية يعني نفس البرانسيب. نرجع للتمبليت، للاندكس، نهبط لوطة ديما جافا سكريبت من لوطة، باه ونحطها لهنا كالعادة اتيت كيما عملنا للسي اس اس بالضبط. هي تو سي بون، جبنا الشيء نتاعنا تاع التمبليت. تو باش نمشي للبلوك باغ اكزومبل، والا باش نمشي نصنع دوسي تحت الدوسي تمبليت نسميه باغ اكزومبل ادمين. باه هنا باش نصنع في تي تويك اندكس اتش تي ام ال بوينت ويك، نرجع للكونترولر، نعمل ميثود اندكس ادمين فور اكزامبل،
هنا باش نشوفو تومبليت اسكو باش تتافيشا ولا لا. باه دونك اول حاجه اي فيو نصنعها لازم نكستندي من البيز اتش تي ام ال بوينت فيك. دونك اكستاند بيز اتش تي ام ال بوينت فيك نمشي توا للاندكس اتش تي ام ال نتاعنا. نهز الكود هذايا ابارتير من البادي ابارتير من الهيدر سامحوني الفوست البادي كله نهز. ده راني البروجي باهي كان عملت تو سلاش ادمين باهي خرج لي الرول هنا باهي. علاش ديما في اي وقت اللي تنتجري معناها تنتجري تومبليت في اي بروجي سامحوني ديما وقت اللي باش نصنعو لو فيو اللي باش شريتو من بايز اتش تي ام ال بوينت في ديما نجي لهنا نعمل نحط الكود نتاعي في بلوك تحت بلوك اللي هو اسمه بلوك بادي. علاش بادي؟ خاطر في البايز اتش تي ام ال بوينت في بار ديفو بلوك بادي ونحط الكود متاعنا بوست بلوك. نعاود الراني تاو من بعد سامحوني لهنا اسيت مش اسيت من بعد فوالا هكا نكونو انتجرينا التومبليت. التومبليت متاعنا موجودة عنا في البروجي. به توا شنو الحاجات اللي باش يبقوا فيكس ديما؟ هما السايد بار هذا والهيدر والفوتر هذوما ديما يبقاو فيكس. اللي يتبدل هو جيست الكونتينر اللي هو في الوسط. دونك ما بقاش شاك فوا كل ما نصنع فيو نعاود نعمل الكود نتاعهم. دونك نمشي نحطهم في البيز اتش تي ام ال بوينت فيك. الحاجات اللي تبقى فيكس نحطهم لهنا في البيز اتش تي ام ال بوينت فيك تحت البلوك بادي. دونك الحاجات اللي باش يبقاو فيكس دونك نرجعو للبيز اتش تي ام ال بوينت فيك نعملهم في البلوك. دونك عندنا البلوك هيدر عملوا لنا عند بلوك حط فيه الهيدرا باهي. وعندي البلوك سايد بار حط فيه الكود متاع السايد بار وعندنا البلوك فوتر. علاش الفوتر؟ خاطر الفوتر ديما لوطا فوتر ولا علاش حطيت تحت البلوك تاع الباديه باهي. توا حطيته في البيز اتش تي ام ال بوينت فيك. دونك نمشي نكزيكيوت مره اخرى كان تلاحظوا باهي عندي كلمين لهنا مي جاب لي الهيدر والسايد بار والفوتر خاطر موجودين في بيز اتش تي ام ال بوينت فيك. دونك هكا نكون كملنا الفيديو انتجراسيون تومبليت هو مهم برشا. نتقابلو ان شاء الله في الفيديو الجاي. ما تنسوش كان عجبكم الفيديو لايك على الفيديو اللي ما فهمش حاجه يعمل لي كومنتير وبربي سبسكرايب ونتقابلو ان شاء الله في الفيديو الجاي.